قدونا كيسهم 400 من الزيت، علاش خلونا 4 ديال 5 ديال مرحوم كل شيء، راهم صغيرات وسيد فيهم رفض بعض، كرافتنا من القسم براب كل عام نصلحوا فيه، راه 400 متر ماشي ياسر 4 ديال من الطرفي، جيتكم بالجهه راه بوصلنا كيس للدار هذيك الدويره، اش عملنا لا في فرح لا في ميت لا في هذا صغيرات وسيد فيه، جيتكم بالجهه راه كيهديكم ربي وحنيتو علينا. راه بعيد علينا، ما عندك من الماء بعيد علينا وعندك كيس بعيد علينا. نجيبوا فيه الماء. الماء بعيد علينا من راس الريحه كبرت الكواش والله منفوق. اش تعرف كنت قاعد الكواش نجي لك كميه كبير. ونقسم قرب ضربة العيف هذا الفوق شو الحال الطايح. ثم جبت انا شاش من ثم ها ديرنا هاك اللوط. حتى الماء بمشي يوصلوهم. لا كيوس لا ماء. جيتكم بالجهه رب معمول بالرب رب صغيره تصير فيه. راه متعبين حتى بالطبع سيران حتى كرت ما تطلعش. نقسم قرب يا كرت لا تطلع. نقسم قرب قلت لك يا بولا سبات نطلعوا مكاتب كراري. سير فين قلت لك صغيره مش تقول له واللي يروح حد البلاد زاد بالبرويطه هذا مجنون اقسم بربي يصير فين 50 سنه استنوا في الكيس كي جانا كيس ولادي تخرجوا معناها نمشي في الطبع لابسين السكان في الطبع واستحملنا وحملنا والحمد لله تونا ما عندنا ما عاد اما هانوا لك الصغار وصغيراتهم معمول الولد الولد تبقينا الطريف هذه كملوه جاه رب جهة الله كملوا ايش راهم في طابعه حطهم راهم في طابعه ما عندهم لا كياس الماء يجيبوا فيه من راس الذريع يرحم قاش بكري الكياس هذا بعيد عليه والله وشاركوا صدلف كي قلعوا صدلف معناها قلعوه شاركت الناس الكل بالفلوس وقلع عليه ثلاث مرات انا قلعوه صدلف وراسك ثلاث مرات المره ذي باش نبرق ويكثر خيركم ويرحم والديكم وعايش دولتنا عمرك كم سنه؟ الحمد لله 20 سنه تو الكياس جاء ربي الكياس هاو جات هاو كيس هاو كيس مازالو ما خلو ردونا من هنيك ونحنا ما